البداية أولا أنا أشكر الأخ الفاضل وزير النفط والبيئة على الدعوة الكريمة وعلى كل الزملاء هنا بالبحرين. المؤتمر جدا مهم، يعني فيه يتعلق يعني يناقش قضايا جدا مهمة وهي الماء والطاقة والاستدامة تغير المناخ. المنطقة كلها الآن في يعني فيها اهتمام صراحة يتزايد من هذه الناحية، فهي يعني بدأت تصير رائدة في هذا المجال. لا أخفى عليكم مثلا إعلان المملكة العربية السعودية قبل أيام عن قيام تأسيس منظمة المياه العالمية، وأيضا هناك الأخوة في الإمارات العربية المتحدة أيضا سينظمون إن شاء الله نهاية نوفمبر ونطلع ديسمبر أيضا من كوب 28. بالتأكيد يعني إجابة لسؤالك، منظمة أوابك تهتم جدا بقضايا تغير المناخ وقضايا البيئة، ولها إسهامات كثيرة في هذا المجال. قد يكون اليوم لقصر الوقت لم يكن هناك يمكن يعني مشاركة في التحدث في أو إلقاء الكلمات، ولكن بالتأكيد نحن في المنظمة يعني ندعم كل الجهود المشكورة التي يقوم فيها الإخوان هنا بالمملكة وعموما في هذا الإقليم المهم. يعني المؤتمر أعتقد هذا يمكن تهيئة لمؤتمر كوب 28 اللي راح يكون في أبوظبي، ففي عدة فعاليات دائما المجتمع العلمي البحثي دائما يعني يمارسها ليوصل إلى غاية معينة اللي هو يكون أصوات الدول العربية تصل من خلال الملتقيات والبحاث والتوصيات إلى القمم في كوب 28. فأعتقد هذا المؤتمر شمل التغير المناخي وشمل يعني هو الطاقة بصفة عامة وشمل المياه وشمل الاستدامة. فهذا التعدد الهدف منه الوصول من خلال الأبحاث العلمية والجلسات بتوصيات معينة، بيكون في هناك نشاط قبل كوب، بعد بتصير نوع من كأنه يعني أنا أقسم كذلك يصير نوع الفلترة، ثم ترفع إلى كوب 28. عملنا قبل شهرين مؤتمر هني موجود في البحرين يعطي غريزات البيئة مع الدول العربية عن التنوع البيولوجي، وكان له علاقة بالتغير المناخي، فكل هذه تصب إن شاء الله في كوب 28. فأي باحث موجود هنا إن شاء الله يصل إلى كوب 28، وربما مشاركين ربما بحث واحد يغير سياسة كاملة هناك إذا كان بحث قوي.